الله يرحمك مراد مدلسي في 2007 دار عليه الرابور انه سرق 10000 مليار سنتيم، وهو الان حاكم اكبر مؤسسه في مصر. اسمع لي استاذ، خليني نكمل الفكره، ما قاطعتكش. العداله، خليني نكمل لك الفكره، خليني نكمل لك الفكره، خليني نكمل لك استاذ، غدوه نروح انا وياك. بارك الله فيك. انه سيولد قدور عبد المؤمن من ولد قدور سرق 10000 مليار سنتيم، اللي عنده دار في نيو سيرسان ولي عنده نص جزيره في ايبيزا، هذه الناحيه الاولى. يعني كي نشوفوا باللي انا هذا السي ولد قدور يتكلم ويقول لك سوناطراك ما يشتمد الغاز باطل، ويقول لك على انه دوان تاع الجزيره ما يشوفوش على ويروح الغاز الى فرنسا وايطاليا واسبانيا. انا عمري ما شفت تيو تحت الارض وداخل تحت الابيض البحر الابيض المتوسط يقدر يشوف ان دوان، ليش على دخل الغاز وش على كاين وش راهم قادرين يشوفوا لا سيكوريتي تاعو؟ على بالكم باللي فرنسا هي مديه 65% تاع الغاز باطل من ولايه اضرار، ما اليوم تعرفها. اسبانيا راهي مديه 52، خليني نكمل لك استاذ مصطفى. اسبانيا مديه 52% الى مدى الحياه تاع الغاز باطل. ايطاليا 75%. شكون يعطيك المعطيات هذه؟ المعطيات المراجع تاعك، المراجع تاعنا راهم كل السيرسيت، راهو كل شيء راهو هنا في المواقع، وراح يكون مباشر ايضا. ايضا الناس اللي تسمع فيها في المباشر، اسمع لي استاذ، لا راك تمد في ارقام. اسمع لي يا استاذ، الموقع تاعهم المواقع تاع الشركات سامكو، وخلي يا استاذ عندك، شوف شوفوا بينكم راهم هنايا، اسمحوا لي، راهو كلشي لهنا بي دي اف، يعني كلشي رسمي. ولا اي واحد اللي راه يقول عليها تكذب يوروا ولد قدور ويوروا وزير الطاقه. حبينا نشوفوا حنا كشعب الجزائري نشوفوا كل واحد. معليش لطفي، خليني نكمل لك الفكره استاذ. العداله ستاخذ مجراها بناء على تصريحاتكم. خليني نكمل لك الفكره استاذ الكريم. يعني حنا نشوفوا باللي فرنسا واسبانيا وايطاليا راهم يدوا في الغاز باطل، ولهذا احنا نحيي الشعب الجزائري اللي عاود رجع لا فاكتور تاعو وقال لهم هذه خليها راح يخلصها ماكرون قبل ما نخلصها. شوف هذا سلوك حضاري. اكزاكتومون، عدم دفع الفواتير بما انه ما كسرش. فرنسا تدي الغاز باطل، لا نعطيك ما يقول فرنسا تدي الغاز باطل، فرنسا تدي الغاز باطل وحنا نخلصوها في شركه وطنيه وهما ما يريبوناش، وانا نخلص على ماكرون ونخلص على فرنسا وايطاليا واسبانيا، هذه جاتكم عادي. نخلص على اوروبا باطل. كلام انا الشعب الجزائري من المسؤولين، كل المسؤولين، ونتحدى شوف انا يسمع فيها كل الشعب الجزائري، يتحدى شوف كل الشعب الجزائري يسمع فيها، نتحدى العدل وزاره العدل انهم يشكوا بيا اي بروكيرور او قاضي التحقيق ولا اي ولد قدور الخائن اللي سرق البلاد وخان المؤسسه العسكريه انه يشكي بيا ويقول انه هذه المعطيات اللي عطيتها ما هي صحيحه.